للحديث أكثر عن تطورات المشهد السوداني في ظل وساطة جنوب السودان لحل الأزمة ينضم إلينا عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السوداني الأستاذ محمد شناوي. أستاذ محمد، بداية مرحبا بك. بحسب مصدر عسكري سوداني فإن مجلس السيادة سيتكون من 14 شخصية، خمس منها من المكون العسكري وثمانية ممثلين لإقليم السودان وامرأة. هل أثمرت الوساطة الأفريقية عن حل مقنع للجميع من وجهة نظرك؟ مرحبا ومرحبا بمشاهدي قناة الرافدين. أما بالنسبة للمشهد السوداني، بدأ الملامح تتضح شيئا فشيئا. الآن كما علمنا من مصادر أن المجلس السيادي سيتكون من 14 شخص بينهم امرأتين. أما بالنسبة لحكومة مجلس الوزراء، حسب ما علمنا يعني بعض المصادر تحدثت عن أن سيكون هناك رئيس وزراء، ويتوقع أن يكون حمدوك، وتتكون أيضا الحكومة من كفاءات مستقلة بعيدا عن الحزبية. في تقديري أن الشارع السوداني هو يعني يطالب بحكومة مدنية بالتأكيد، ولكن في تقديري أن الشارع ظل دوما يردد في هتافاته بالمطالبة بعودة حمدوك شخصيا، خاصة وأنه وجد قبولا لدى الشارع السوداني وأيضا لدى المجتمع الدولي. هذا أيضا جانب. في تقديري أن التشكيل بشكله الحالي هو يمكن مقنع، خاصة وأن الأيام الماضية قد شهدت جولات كثيرة من الاحتياجات، وهي ما تزال مستمرة في بعض الأحياء، وهناك جدول للاحتياجات كما علمنا من مصادر سينتظم في الأيام الجاية، وستكون هناك احتياجات في عدد من المدن السودانية بالإضافة إلى الأحياء أيضا أو مدينة الخرطوم والأحياء داخل العاصمة السودانية الخرطوم. هذه المليونيات هي ستكون هي داعمة لحكومة حمدوك وتسليم الحكومة لمدنيين. طيب. خاصة وأن الآن القوى السياسية فيما بينها لا تزال يعني ما تزال هناك تباعد في الرؤى. بما تفسر أستاذ محمد، بما تفسر أن تأتي الوساطة في حل أزمة السودان من جوبا التي تحتاج يعني بالأصل إلى وساطة لحل أزماتها؟ دولة جنوب السودان هي يعني هي دولة جارة، بالإضافة لأنها كانت جزء من السودان، خاصة وأن هناك مصالح مشتركة بين الدولتين، ما يعني أن الاضطراب في دولة السودان يعني أن هذا الأمر سينعكس على دولة جنوب السودان، خاصة وأن النفط دولة جنوب السودان يصدر عن طريق الأنابيب السودانية. بالإضافة لأنه دولة جنوب السودان هي لها يعني تأثير كبير في على دولة السودان لجهة الروابط والأواصر الأزلية، بالإضافة إلى المصالح المشتركة، بالإضافة إن هناك أيضا وساطات داخلية ووساطات خارجية. في تقديري أن هذه الوساطات هي ستكون إيجابية على المشهد السياسي، خاصة وكما تابعنا أن هناك ضغوط كبيرة على المكون العسكري. معظم الدول هي كانت تطالب بالمكون العسكري إلى تسليم المكون المدني للسلطة، وإضافة إلى أن الشارع السوداني هو أيضا له ثقل كبير، وهو ظل يطالب بحكومة بمدنية الحكومة. جل هذه الوساطات هي ستصب في مصلحة البلاد، خاصة وأن الأوضاع إذا استمرت بهذه الشاكلة ستجر البلاد إلى عواقب وخيمة. إذا تأكد عودة رئيس الوزراء المدني حمدوك لمنصبه برئاسة حكومة تكنوقراط، هل يعني ذلك من وجهة نظرك نزول البرهان على شروطه؟
والله أنا في تقديري هو الحل الأسلم إذا يعني تم تعيين حكومة مدنية من التكنوقراط، هو الحل الأفضل والأسلم والأسهل، خاصة وأن هناك قوى سياسية هي يعني متشاكسة أو يعني غير متوحدة فيما بينها، بالإضافة إلى أن هذه الفترة هي فترة انتقالية، هي فترة مهام، وبالتالي خلال هذه الفترة يمكن للقوى السياسية أن تحضر للعملية الانتخابية، كما أعلن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان. وهناك أيضا جانب أن البرهان هو ظل يعني يردد أو يطالب بحكومة كفاءات تكنوقراط، وهي واردة أيضا ضمن الوثيقة الدستورية أن تكون هذه الفترة الانتقالية تحكمها كفاءات وطنية غير حزبية، لكن نلاحظ في الفترة الماضية أن معظم الوزراء هم من أحزاب سياسية. إذا تم في تقديري أن الاتفاق على حكومة تكنوقراط، أفتكر هذا هو شيء إيجابي، وهو يعني يصب على صالح البلاد، خاصة وأن هذه الفترة هي فترة انتقالية، فترة حكومة مهام، وهي أيضا هذا البند هو وارد في الوثيقة الدستورية التي وقعت بين الجانبين المكون طيب. العسكري والمكون إذن المدني. أستاذ محمد، في هذه الحالة الحديث عن حكومة تكنوقراط بعيدة عن الحزبية يعني يضمن ربما الوسيط لإنجاز الاستقرار المنشود، ولكن كيف ترى نبض الشارع؟ هل برأيك سيخرج المتظاهرون من الشارع أم أن بقاءهم يعني ضمانة لتنفيذ الاتفاق كما يرى بعض أو ترى بعض القوى؟ أنا في تقديري أن الشارع سيخرج، لكن معظم الذين سيخرجون إلى الشارع هم ينتمون إلى قواعد حزبية أو لهم انتماءات حزبية، وستكون لهم أيضا جولات، لكن السواد الأعظم من المواطنين سيرضخون وسيقبلون بهذا الوضع، لجهة أن ليست لديهم مصالح، وخاصة وأن الحكومة هي حكومة مهام ولديها مهام كبيرة اقتصاديا وسياسيا، وبسبب هذه المحاولة أو عملية انقلابية أو إذا صحت التسمية إجراءات القائد الجيش، هي أيضا هناك يعني كانت تبعات كبيرة، وكما تابعنا على وسائل الإعلام هناك عدد من الدول جمدت أو المؤسسات أو المنظمات جمدت تعاونها، خاصة منظومة الاتحاد الأفريقي هي جمدت يعني علاقاتها، أو إذا صح التسمية يعني أعلنت تجميد علاقات السودان ضمن هذه المنظومة. الولايات المتحدة الأمريكية أيضا هي كانت لديها يعني جمدت أيضا مبلغ 700 مليون دولار على السودان. حكومة المهام أو التكنوقراطية لديها مهام بالتأكيد، وستكون يعني سيتركز فعلها على تنفيذ هذه المهام، بالإضافة إلى أن يعني لديها مهام خارجية وهو خروج أو عودة السودان إلى أحضان المجتمع الدولي. نعم. اليوم أو عقب هذه الانقلاب أو الإصلاح كما يقولون، أن السودان أيضا عاد إلى الوراء بسبب هذه العملية أو الانقلاب على حكومة حمدوك، وبالتالي هذه الحكومة ستكون هي حكومة مهام ولديها يعني مهام كثيرة اقتصادية وسياسية. نعم. وعدد من المهمات. شكرا جزيلا لكم، عبر الهاتف من الخرطوم الصحفي والمحلل السياسي السوداني الأستاذ محمد الشناوي.